السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم. أيها الأحبة، ثمة الكثير من التجاوزات المتكررة والتي تحصل بشكل علني تهدف إلى التجاوز على المؤسسات والرموز الدينية. هذه الأفعال اللا أخلاقية بالتأكيد تأتي على مستوى التأثير السلبي والخطير والذي له آثاره على بنية المجتمع وتماسكه ووحدة نسيجه. لذلك نجد أن أغلب الدساتير سواء كانت في البلدان الديمقراطية أو في البلدان حتى الدكتاتورية منها تضمنت دساتيرها نصوص عقابية على من يتجاوز على هذه المقدسات، سواء كانت المقدسات الدينية وحتى الثوابت الأخلاقية. طبعا نصوص عقابية صارمة تتخذ بحق من ينتهك هذه المقدسات. طيب، بين الفترة بين الفينة والأخرى نسمع أو نشاهد من ينتهك حدود هذه المقدسات، سواء كانت مقدسات مركزية كما هو الحال في المرجعية الدينية العليا أو في القيم التي تنبثق من صلب عقائد الناس، هذه العقائد التي ينبغي أن تحظى باحترام تام. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي حملت عنوان الإساءة للرموز المقدسة وقاحة لا أخلاقية. معكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان عدو واحد لعمامة واحدة، الكاتب ماجد الشويلي. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ ريكان فيصل ريكان فيصل ريكان المحلل السياسي والخبير في الشؤون القانونية، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم الجابري. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ ريكان، بالثقافة الحرة والديمقراطية لا يجوز السب والشتم كحالة عامة، وتمتلك الرموز الدينية خصوصية في هذا المجال. طيب، في العراق بدعوى السلوك الديمقراطي أو بدعوى الممارسة الديمقراطية رأينا تجاوزات ليست بالهينة على قلوب أو أذهان أو معتقدات الناس في ظل عراق يسعى لترسيخ ديمقراطيته. ما الأمر؟ بدءاً تحية لك سيدي الفاضل ولضيفك الكريم أستاذ إبراهيم ولمشاهدي قناتكم العزيزة. مرحبا. الحقيقة هذا الموضوع قد يكون مؤرق أو مقلق لمن يمتلك قيم وأخلاق في المجتمع العراقي. احنا أول مرة خلينا نعرف شنو الرمز، يعني احنا عندنا في بالقانون عندنا تعريف للرمز، هو معنى يدل على أو عبارة تدل على معنى قائم بذاته، لكن هو هذا شنو يمثل شيء ويدل عليه، يعني هذا التعريف. طيب، انه انت عندك قيم وعندك مبادئ وعندك رموز وضعتها لهذه القيم والمبادئ، المساس بهذه الرموز اعتقد انه يراد من عندها الحقيقة تفتيت القيم الأخلاقية والقيم التي بني عليها أبناء هذا الشعب من خلال قربهم من مبادئ الإسلام وتمسكهم بعقيدتهم، وبالتالي يعني وضع المجتمع في مجال الانحلال الخلقي البعيد عن القيم، عن الارتباطات العائلية والارتباطات الدينية، هو هذا المرجو منه. طبعا هنا الآن بتقديري، طبعا أولا الدستور العراقي دستور ممتاز حقيقة، تحدث بشكل، وهسه إذا تريد أستعرض لك المواد القانونية التي أشار إليها بشكل واضح وصريح على احترام الرموز الدينية والقيم الدينية. نعم، الدستور العراقي لم يغفل هذا، أنا بس أريد أتدخل وياك في موضوعات
التعريف الذي أوردته نعم للرمز. هنا احنا نباوع للرمز لا بوصفه ذاتا، انما بوصفه بوصف ما يمثله، ما يعبر وما يمثله من أغلبية نعم مثلا في بلد ما نعم. يعني مثال ذلك في الصين ينبغي أن يحترم الرمز البوذي نعم. طيب في البلدان الإسلامية ينبغي أن تحترم العقيدة الإسلامية تمام بوصفها عقيدة غالبية سكان نعم هذه المنطقة. هذا الوصف اللي نسعى له نعم نعم تأكيد. وهنالك شخوص الحقيقة المجتمع الإسلامي والمجتمع نعم العربي وضعهم كرموز له نعم. مثلا نأخذ الإمام الحسين عليه السلام كان رمزا للتضحية والفداء والشجاعة والإقدام والتضحية بكل ما يملك حتى نعم بعائلته هذا الحقيقة الرمز يخلى الشباب العراقي وشباب المسلمين بالشكل العام وحتى الشباب يعني حتى الناس الذين لا يتدينون بالإسلام ولا ينتهجون عقيدة الإسلام كانوا يتبعون الثوار في العالم اعتبروا الحسين نموذجا ورمزا نعم لهم نعم. من يريد إسقاط رمزية هذا الشخص العظيم الذي ضحى بنفسه يريد ما وراءه حقيقة بالضبط. يريد أن يحقق ما وراءه. أولا الشباب عندما يلتزمون بحبهم وتمسكهم وباعتبار أن الحسين هو المقدام أو الرمز أمامهم من أجل التضحية إذا فقد هذا الرمز فقدت التضحية، فقدت الشجاعة، فقدت الأمور التي كل ما يؤمن بها الإنسان المسلم. لذلك هذا ما يراد من عنده، يراد إسقاط الرمز من أجل الوصول إلى مجتمع بعيد عن المبادئ، بعيد عن القيم، بعيد عن الشجاعة، وصولا إلى انهيار القيم تمام. هو هذا المطلوب. دعني أذهب بالأهداف للأستاذ إبراهيم الجابري. أستاذ إبراهيم، التعرض للرموز الدينية يعني مخطط للاستكبار العالمي، وبالتأكيد فإن له أهدافا، كما أننا بتنا نعرف الأدوات المنفذة لهذا المشروع. طيب السؤال، شنو أهداف الاستكبار من عملية النيل من الرموز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقناة الأيام. مرحبا بك. وللأخ المقدم البارع الأستاذ أبو حذيفة الساعدي لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن أهم الموضوعات التي تصف في قناة الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي. هنالك خطين حقيقة، خط المتبني للقيم وخط الهادم لها أو المنتحل الذي يأتي من وراء الحدود وينتحل القداسة أو ينتحل إنماء وإثراء الشعوب. وفي الواقع أننا كشعوب عربية أو شعوب الشرق الأوسط نعاني من هذه الهجمات المغولية والتي أصبحت الآن الأنكلوسكسونية هذه حقيقة، والأمريكا أيضا الاتجاه الأمريكي ودخلت على الخط أنه منابع القدرة الصهيونية في محاربة هذه الشعوب برموزها عملية ضرب الرمز السيادي في الواقع وإلا المرجعية الدينية عملت بوتيرة واحدة في إنقاذ هذه الشعوب وتوعيتها، عملية استنقاذ لهذه الشعوب واستنقاذ لثرواتها من براثن العدوان الوافد إلينا، الوافد لمنطقتنا بالتعبير الدقيق. قيادة النسيج الاجتماعي وقيادة النسيج السياسي كان دائما يتكئ على مواطن عمل المرجعية الدينية. الحركة السياسية المعاصرة في العراق بدأت تقريبا بواقع انتهاء الدولة العثمانية سنة تقريبا 18 في العراق، وأول من تصدى هو النسيج الأول، النسيج الديني بالضبط، تصدى لقيادة الإمام شيرازي وسيد كاظم اليزدي رحمهم الله. فبدأت بواكر العمل السياسي تقريبا وعملية إعانة الأمة على النهوض الحضاري والثقافي وبالتالي الوصول إلى مباني الرقي الاقتصادي هي كانت تقود الجماعات الدينية. وتقريبا حتى أنه محمد الصدر رجل من رجالات العراق كان معمما يقود التجربة الإسلامية ويقود المجتمع الإسلامي العراقي. حقيقة هذه الضربات وهذه
يعني الأهداف المرسومة لضرب البنية التحتية الاجتماعية التي هي المرجعية الدينية والأفاضل من الناس والخيرة من الناس ليست بعيدة يعني عن أهداف الفكر الاستعماري الحديث الوافد إلينا. ما نراه من مقاومة حقيقة وممانعة جزلة من مجتمع ومن المجتمع العراقي يعني حقيقة مقاومة واعية، مقاومة تصب في خدمة أهداف الوطن والمواطنة. هو السؤال، عفوا أستاذ إبراهيم، هو السؤال ليش الاستكبار يستهدف هذه الرموز؟ حقيقة أن نقاط الوعي، نقاط الوعي في المجتمع دائما تتعرض إلى الإعماء والإطفاء، وهذه المرجعيات الدينية دائما عين وعي وعين باصرة، فلا يمكن لاستعمار ما أن يأتي إلى شعب من الشعوب ما لم يطفئ أو يفقع هذه العين الباصرة. فعملية إفقاع العين للرموز الدينية هذا يسهل مهمة وعملية القفز والاستيلاء على المجتمعات وعلى ثرواتها. نعم. أستاذ ريكان، ثمة من يقول بأن العمامة باتت تمثل قيما أخلاقية ومعرفية هائلة، ليست قيما هينة، حتى أنها باتت تشكل تحديا للثقافات التي يريد استيرادها أو تصديرها إلى العراق، فصارت كأنما هي العقبة الكأداء أمام المشاريع الثقافية الهدامة التي يسعى الاستكبار لتعميمها، كما هو الحال فيما يتعلق بالترويج للمثلية وما إلى ذلك. هل تتفق مع هذه الرؤية؟ أكيد. طيب. طبعا بالتأكيد اليوم العمامة هي رمز، يعني رمز للحقيقة. أستاذ إبراهيم الآن تحدث عن دور الفكر الإسلامي في تحرير الشعوب، وأنا هنا يعني نتحدث عن رموز كثيرة دينية عاشت بين أوساطنا. نأخذ مثلا السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، والسيد محمد صادق الصدر، والسيد الحكيم مهدي الحكيم رضوان الله عليهم جميعا، كانوا مثال للتضحية ومثال للإباء ومثال كقدوة للشعب العراقي، يعني سواء كان العراقي مسلم شيعي سني حتى من الديانات الأخرى، سواء كان حتى لا يؤمن بأية ديانة سماوية كثائر، يعني الحقيقة كانوا هم نواة الثورة في العراق، يعني هم من أولا من شرعوا بمقارعة الطغيان، شرعوا بمقارعة الاستعمار، يعني والحقيقة جعلوا الشاب العراقي يسير بالاتجاه الصحيح. اليوم من أجل تعطيم هذه الرموز، هذه الرموز التي باتت مقدسة لدى المواطن العراقي وذكرها الدستور العراقي حقيقة، يعني بعد الدستور العراقي عوزة بس يذكر الأسماء، ما ذكر الأسماء لكن تحدث في كثير من مواده عن احترام وهيبة وقدسية الرموز الدينية. أنت كيف ممكن أن يدخل الاستعمار والمنظمة؟ ليس الاستعمار فقط، يعني هناك حركات عالمية الماسونية الصهيونية تسعى من أجل السيطرة على عقول الشباب، تسعى من أجل السيطرة على مقدرات هذا الشعب. كيف ممكن إن لم تسقط هذه الرموز؟ الرموز هذه كانت تردد هذه العمامة المقدسة التي يعني ننظر إليها بقدسية وبخشوع حقيقة، يعني اليوم كيف ممكن أن تسقط هذه القدسية وهذا الرمز وهذا من خلال محاولة إسقاط العمامة؟ نحن في مجتمعات أخرى الحقيقة، يعني أنا شفت زرت دول كثيرة، الرجل رجل الدين أو الرجل المعمم ليس بأهميته عندنا في العراق، يعني شوف هناك ممكن أن يركب بايسكل يركب دراجة، لكن أنت اليوم ما تشوف رجل الدين اليوم عندنا يركب هذه المسائل بس وإن ركبها فهو لا يفقد كاريزمته لهيبتها. أنا أتذكر كنت شاب يافع وكان أحد أقاربنا في الحوزة العلمية في النجف، بعد غياب طويل التقينا به في كربلاء المقدسة في إحدى الزيارات أنا والعائلة، وكنا احنا متعودين ناخذ أكلنا ويانا ونجلس على جنب يعني،
فطلبت من عنده ان يعني التقيت به صدفه فقلت له تعال كل ويانا بالنص يعني. قال ما اقدر اقعد انا ما اقدر اكل وياكم بالطريق يعني. نعم. قلت له ليش؟ قال لي انه مرتدي العمامه. نعم نعم هيبت. نعم هذه نعم. العمامه المقدسه بالتاكيد وبالتاكيد. قلت له طيب منو راح يشوفك؟ قال لا حتى اذا ما حد شافني بس انا مسؤول امام الله وممكن ان تصل هذه المساله الى مرجعيتي وقد اطرد منه. ممتاز. هذا الحقيقه هذا يعني ان من يرتدي العمامه يجب ان يكون وضع لنفسه محددات سلوكيه واخلاقيه. نعم. يحاول البعض اسقاط هذه الهيبه لكن بالتاكيد يعني هم حاولوا مره مرتين وكان الرد عنيف يعني من الرد عنيف من المواطنين. هذا ما راح نتعرض يعني. وممكن ان نتعرض الى قانون العقوبات العراقي الذي الحقيقه بالتاكيد في الماده 273 تحدث بدقه عن هذا الموضوع ونص على عقوبه السجن 3 سنوات في حاله التعرض لهذه القدسيه وهذه الهيئه. دعني انتقل للاستاذ ابراهيم الجابري. كثير من المحللين استاذ ابراهيم يقولون ان استهداف العمامه ياتي بسبب كونها الوحيده التي تمتلك مشروعا ثقافيا ومعرفيا مستندا الى ثوابت الشريعه الاسلاميه وهذه الثوابت وهذا التراكم المعرفي الهائل هو الذي يقف حائلا دون تحقيق الهيمنة الاستكبارية من الناحية الثقافية. هل تتفق مع هذه الرؤية؟ حقيقة في المجمل أن دور المرجعية الدينية المستند إلى نحن نتحدث عن العمامة بشكل عام يعني بشكل عام. نعم. المرجعية الدينية هو المرجعية أو العمامة بالتأكيد. العمامة. نعم. والتي هي أحد آثار ومبرزات المرجعية الدينية. نعم صحيح. المرجعية الدينية حقيقة دائما ما تتخطى الأطر وتتخطى المذاهب وتتخطى الديانات. نعم. تصور في الفتوى التي أصدرها سماحة الإمام السيستاني كان دور المرجعية إنقاذ شرائح ليس من مذهب الإمامية كالأيزيدية مثلا وكذلك المسيحيين في الموصل. هذا ما وقفت المرجعية متكئة على قناعة أننا نختلف معهم ويختلفون معنا. المرجعية دائما عابرة لهذه الأطر عابرة لهذه المذاهب دائما ما تكون كهف حصين لكافة قطاعات المجتمع العراقي وبالتالي أحيانا تعبر حتى الأطر والحدود الحدود. فنلاحظ مثلا هنالك دور لمرجعيات إيران في المجتمعات العربية مثلا على مستوى إغاثة الشعب اللبناني إغاثة مستوى إغاثة الشعب الصومالي مثلا إغاثة مثلا وتأطير وإنعاش آمال المجتمع اليمني مثلا. فهي تطرح نفسها دائما طرحا أبويا تقريبا يوازي دور الأمم المتحدة في قضية إنعاش الشعوب يعني الشد على جراحات الشعوب مثلا النازفة. بهذا الشكل حقيقة المرجعية الدينية صمام أمان ومتكأ لكل المجتمعات تقريبا التي تقوم على أيديولوجي سواء كان دينيا أم إسلاميا. المرجعية الدينية حقيقة في مبرزاتها في عملها التوكيلي. نعم. اللي هو إغاثة المناطق. نعم. سواء المنكوبة سواء التعرض إلى مثلا إبادة على نحو أنه مثل الأمراض احتياجات مو بهذا الشكل وجنودها المعممين وكانت دائما ما تؤكد على حقوق مثلا للمرأة حقوق. نعم. الضعيف حقوق مثلا الشعوب المقهورة. دائما بعد إذنك يعني دعني أنوه إلى. نعم. الأحبة الأفاضل أننا تناولنا مقالا آخر حمل عنوان المشروع الآتي حرب المقدسات. أتوجه بالسؤال إلى الأستاذ ريكان فيصل ريكان. أستاذ فيصل يعني بات واضحا أن هناك حملة معادية للدين وللقيم الذي عبر عنه باستهداف العمامة أو الرموز الكبرى كما صار واضحا من استهداف إحدى القنوات الفضائية المعروفة بطائفيتها. شنو دور الجهات الرقابية إذا كانت هذه الفضائية تمارس ما تمارسه دون أن يكون هناك دورا
للجهات الرقابية وهي جنبه ربما تكون قانونية يعني هل نكتفي باعتذار سمج تقدمه هذه الفضائية أم أن على الجهات الرقابية أن تمارس دورها في مكافحة مثل هذا النفس؟ أستاذ علاء إحنا يعني الخط المرسوم أمامنا يحدد الدستور العراقي. نعم. الدستور العراقي هو بالمادة 13 من عنده. نعم. قال أن الدستور هو المادة الأسمى والأعلى في البلاد. نعم. واجب اتباعه، عدم مخالفته، عدم إصدار أي قانون مخالف لهذا. نعم. الدستور. إذن بما أنه الدستور العراقي يتحدث في كثير من المواد، من المادة 17، المادة 37، كثير من المواد الحقيقة. نعم. المادة الثانية من عنده تحدث عن هذه الرموز وعن قدسيتها وهيبتها. إذن يجب أن تتبع كل مؤسسات الدولة هذا الموضوع، ما بها مجال أن تخالفه. هيئة الاتصالات. نعم. بالعام 2018 أصدرت تعميم على كل الفضائيات التي ممنوحة إجازة طبعاً التي تتبع عمل. ليش أكو فضائيات ما ممنوحة إجازة تمارس عملها؟ بالتأكيد هواي. شنو؟ نعم هذه تمارس هذا خرق كبير يعني طبعاً للمنظومة القانونية العراقية. تبث من خارج العراق بدون سيطرة من أحد. لكن عموماً إحنا حتى الفضائية اللي تتحدث عنها حضرتك. نعم. أكيد هي لها إجازة من. نعم بالتأكيد. الاتصالات. نعم. وجهت إعمام إلى كل الفضائيات. نعم. بضرورة مراعاة احترام الرموز الدينية والوطنية قالت. بالتأكيد. إحنا المخالفة طبعاً هم عندهم في قانون هيئة الاتصالات المشرفة على هذه الفضائيات. نعم. قانون رقم 65 لسنة 2004 هنالك عندهم عقوبات منصوص عليها للقانون حتى تصل إلى يعني إغلاق الفضائية، توجيه عقوبة، غرامة مثلا، كثير من العقوبات الحقيقة ماكو مجال. لو فرضنا أن القانون. نعم. استطاع أن ينفذ غلق مكتبها في بغداد. نعم. كيف والحال أنها ربما تمتلك مكاتب أخرى في عواصم أخرى؟ ممكن. طيب شنو الحل يعني؟ تربطنا إحنا نحكي مو بس على الفضائيات، خلينا نحكي بشكل عام. بيان. أي شخص ممكن أن 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 أن, أن يخالف الدستور. نذهب إلى المادة 273 بالدستور العراقي بالقانون العقوبات العراقي. رقم 111 لسنة 1969 معدل. نعم. الذي نص على أنه احترام الرموز الدينية واجب. ويجب أن ويعاقب من يتجرع على المساس بهذه الرموز الدينية بعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات. لا تزيد عن 3 سنوات. نعم. لا تزيد عن 3 سنوات. إذن يحال المسؤول عن هذا البث للقضاء العراقي وممكن تجريمه. ما تجريمه فعل مجرم يعني. الفعل عنده وقوعه مجرم في حالة وجود قانون يجرمه بالوقت الذي صدر هذا القانون أو وقع الفعل. الآن هسه هذا الفعل صدر بوجود قانون يجرم هذه الحالة. إذن يجب أن تقام عليه الدعوة أمام المحاكم، محاكم التحقيق. أي شخص كان سواء. طيب أستاذ فيصل، يعني أنا أريد أروح بالسؤال لاتجاه آخر. نعم. وهو أنه إذا كانت القوانين أو الدستور العراقي ينص على مواد قانونية تعاقب الفضائية، لكن. نعم. أنا أريد أباول الفضائية بوصف خصوصا الفضائية التي تمثل تيارا سياسيا. نعم. يعني هي هذه الفضائية لما تصمم برامجها هو بالتأكيد تصممها بناء على الرؤية السياسية التي طبعاً. يعني تدعم هذه الفضائية. نعم. طيب إذا كان القانون يعاقب. نعم. في الجانب السياسي من. نعم. الذي يعاقب هذه الجهة التي يعني تقدم برنامجا تدار به الفضائية وهو برنامج يتضمن الإساءة للرموز القيم الدينية؟ وأنا أشوف هذا الموضوع يحال للتحقيق. طيب. يعني هو قاضي التحقيق بالتأكيد سوف ينظر للأدلة والقرائن الموجودة أمامه، وبالتالي يستدعي كل من له علاقة بهذا الموضوع. يفترض هسه احنا نحكي على 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 واقع الحال. لا، قد يكون هنالك تأثير معين لكتلة معينة او حزب معين يوقف اجراءات التقاضي. للأسف هذه صارت، لكن احنا نحكي وفق القانون. القانون يتيح لقاضي التحقيق باستدعاء كل من له علاقة بالفعل الجرمي. يعني المادة 6 والمادة 4 من قانون العقوبات العراقي أيضا تتحدث عن اختصاص الزماني والمكاني. يعني اليوم أي فعل أو جريمة تقع
داخل العراق أو خارج العراق وكان جزء من عدها قد وقع بالفعل داخل العراق تخضع للعقوبات المنصوص عليها بالقانون العراقي، هذا وفق المادة 6. لذلك يعني حتى لو كانت الفضائية مقرها خارج العراق لكن لديها مكتب في بغداد ممكن أن تستدعي للتحقيق الشخص الذي أدلى بهذه الإساءة ومن أعطاه التوجيه حتى لو كان خارج العراق. هذه ممكن أن تصير يعني، بس أنا أحكي لي على واقع الحال. لم نرى للأسف الشديد أحدا من هذه الشخصيات التي تتحدث عنها قد خضع للقضاء. أستاذ إبراهيم، يعني لعل الأستاذ فيصل كان استغرق في الموضوع القانوني فيما أنا ذهبت باتجاه القضية السياسية، أن هذه القناة أو تلك ربما تكون ناطقة باسم جهة سياسية، فإذا كان القانون باستطاعته أن يجرم مقدم البرنامج، معد البرنامج، مدير الفضائية، من الذي يستطيع أن يجرم الجهة السياسية الداعمة لهذه القضية؟ لأننا يعني نتحدث عن فصيل سياسي معروف بطائفيته وهو يعني غير مهمل في العملية السياسية، أيضا ممثل في العملية السياسية. نعم، أنا أشكرك على هذا السؤال. عفوا. اللي حقيقة إلى روابط وجذور أنه تتعلق بالخلفية التاريخية لهكذا أناس مارسوا دورا حقيقة كان دور مليء بالصخب مع كل الأسف. ومن ثم أنا أقول أن الإعلام أمانة وهذه المؤسسات الإعلامية أمانة، لا بد لها أنه تترفع عن تجريح الناس بمشاعرهم، تترفع عن هذه الجراحات والضرب على هذه الجراحات. المفروض دورها دور البناء، دور التنمية، دور العطاء. يعني يا أخوان والله يعني زحمة، إحنا في قرن 21 وما زلنا بعضنا أنه يحاول أنه يهشم البعض. نحن أبناء نسيج اجتماعي واحد، أبناء أنه لبنة واحدة، فما ممكن. أما يعني بخصوص ما تفضلت به، طبعا الحكومة العراقية أو مؤسسات الدولة العراقية معنية حقيقة خصوصا باب القضاء، المفروض أنه يقوم بدوره في قضية مكافحة هكذا أدغال مضرة في الواقع. هذه أدغال مضرة وعملية زرع، عملية زرع أنه شون نقول زراعة سيئة في أذهان المتلقين، وبالنتيجة هذا لا يخدم وعينا ولا يخدم مجتمعنا. طيب، في إحدى المقالات قرأنا أن الكاتبة، كاتبة المقال، السيدة كوثر العزاوي، تقول: نرى ومنذ ما يقارب 3 أيام الماضية ظاهرة التجاوز والاعتداء على مقدساتنا في العراق، إذ ظهرت تلك المذيعة الوضيعة، ما نذكر الاسم، نعم، في برنامجها وظهرت على المكشوف يعني، وقد تجاوزت الخطوط الحمراء مستهترة، فكشفت عن سوءة طبعها المائل حد الانحراف لتنال من تعاليم السماء والتي أبرز مصداقها الحجاب تحديدا العباءة. هذه الثقافة وين تريد توصلنا؟ يعني أنا أعتقد حقيقة أنه هذا يعني يؤشر إلى قضيتين. إما أنه البناء التربوي لهذه المذيعة كان فيه خلل، وإما أنه موجه يعني لا تقبل خطاب ناشئ عن استراتيجية سياسية، يعني خطاب موجه أكيد. لكن هذه الحملة كما يقول نعوم توميشيسكي، وهذا معروف حقيقة من الكتاب اليهود، أنه هنالك صهيونية أوروبية قبال الصهيونية اليهودية، هذه تعمل أنه على تجزئة المنطقة، تعمل على إثارة وبث هذه الفتن. وتقريبا الفتن لم تكن، أو هذه الاتهامات لم تكن على مستوى يعني بلادنا، بل كانت على مستوى حتى دول الجوار. مثلا أول أمس عمرو ذياب، يمكن هيك اسمه، أحد المذيعين المصريين في قناة معروفة مصرية، أنه كان يندد بلبس العباءة العراقية لأحد يعني مدارس أغلقت تقريبا، نعم، بهذا العفاف، نعم، بهذه الطهورية. فكان يندد بقضية أنه يعني هذا الزي وهذه اسمه الرمزية المهمة لعفاف النساء وعفاف الطالبات. حقيقة هذا من ورائه أيديولوجي.
من ورائه ايديولوجي سياسي. استاذ فيصل، نعم، يعني ما اعرف هذا التزامن بين الفعاليات الراميه الى استهداف القيم والثوابت الشريعه الاسلاميه تتزامن دائما، يعني تاتي دفعه واحده وهي مستمره ولا تنقطع. ما حصل في قناه هذه القناه وهذه المذيعه لاستهداف للرمز، رمز اسلامي محوري لدى اغلبيه العراقيين، تزامن مع مهرجان اقيم في اقدس مدينه عراقيه اللي هي النجف الاشرف. هذا التزامن يعني بدا وكانه يعني محاوله استهداف لمدن الفتوى، المدن الحاضنه لمراجعنا العظام، ربما تستهدف اسقاط فاعليه هذه المؤسسه العريقه. تتفق وياي في هذا لو ما تتفق؟ هم البعض يعلل لك اياها بمساله انه انت تحاول ان تكبح الحريات. اها نعم، بالماده 38 يعني من الدستور. يعني انت تتحدث عن ماده واحده بالدستور. نعم. العراقي تحدث عن الحريات وعن التعبير عن الحريات، لكن بالمواد الاخرى كثيره تحدث عن الحريه الشخصيه، مراعاه الحريه الشخصيه، عدم الاضرار بما يحترمه الانسان، بالماده 17 بالماده 37. واكو نص دستوري يقول يعني ممارسه الحراك بما لا يتعارض مع الثوابت الاسلاميه. بالتاكيد هذا هو هذا النص. نعم. اللي نحكي عنه. نعم. اذا يعني تبريرهم غير مقنع اولا. جيد. هذا لانه هذا يتعارض مع الدستور العراقي تماما. وبالتالي ايضا مثل ما قلت حضرتك انت. نعم. قد يكون هنالك برنامجا معينا. نعم. يستهدف الشباب العراقي، الشباب الملتزم الذي يعني هسه احنا عندنا مثال السيد السيستاني حفظه الله. نعم. الله يحفظه وطال بعمره. عندما اعلن الجهاد الكفائي، الجهاد الكفائي، نعم، لولا رمزيه هذا الرجل. نعم. لما خرج الشباب العراقي، ولولا ايمانهم بهذه الرمزيه لما استطاع الرجل ايضا ان يحشد هذه الطاقات من اجل تحرير المدن العراق. او استاذ فيصل تتفق. نعم. وياي بعد اذنك يعني. نعم. تتفق وياي ان استجابه الشباب لفتوى المرجع الاعلى السيد السيستاني نظام ظله، يعني هذا الاندفاع الهائل للشباب لتحقيق تنفيذ هذه الفتوى ربما كانت دافعا اساسيا وراء قوى الاستكبار التي تستهدف. نعم. الشباب. نعم. واحدة ما أدى. نعم. إلى تكثيف الجهد. نعم. على التغيير أو التأثير الثقافي. أنا أتذكر واحد منهم طبعا خرج في إحدى الفضائيات في وقتها وقال إحنا لم نتوقع من السيد السيستاني أن يكون بهذه القوة وبهذا التأثير على الشباب العراقي. لذلك من يوم اللي صدرت الفتوى الكفائية يعني بالتأكيد. نعم. يعني هذا رؤيتي للموضوع. بدأوا يخططون من أجل إسقاط الرموز، فبدأت. نعم. الحملة تتكثف. نعم بالتأكيد الجانب الثقافي. أي بالتأكيد. أه. ومهم الجانب الثقافي. أه. يعني اليوم عندنا هذه الحملة لإباحة المثلية مثلا. أه. مثلا كيف يمكن أن تمر إن لم تسقط الرموز الدينية. جي. والرموز الأخلاقية في البلد. أه. أكيد. أه. يعني أستاذ إبراهيم، بدأت حملة في إيران استهدفت الحجاب ثم تطورت لاستهداف العمامة. في العراق تزامن استهداف الحجاب مع استهداف العمامة، وهي بالتأكيد سواء كانت في العراق أو في إيران تمثل عمامة محددة، يعني سواء كانت، وهذه العمامة مستهدفة ليس في العراق وإيران وحسب، ربما في لبنان، في سوريا، في اليمن، في البحرين، في يعني هذه ما تمثل يعني انتقاء للجهة ذات التأثير الحقيقي والواقعي في منطقة غرب آسيا بل ربما في العالم الإسلامي كله. الواقع أن استهداف الزي الحوزوي والذي هو حقيقة يعني معيار تكريم عند المجتمع العراقي. أنا أقولها من هذا المنبر، أصنعوا ما شئتم فأن العمامة مقدسة لدينا بحسب إنتاجها الفكري وبحسب ما تقوم به من خدمات المجتمع العراقي، وهي صاحبة الفتوى بإنقاذ العراق وقضية إنقاذ
ما يعني أركان المجتمع العراقي. حقيقة دور المرجعية الدينية الآن ارتبط في قضية أنه المستشفيات مثلا، في قضية أنه الآن أول البارحة كان موضوع الشيخ الكربلائي يعني يقف على إسعاف تقريبا المصابين من مرضى السرطان، تقريبا وصل العدد 1400 وكذا، أنه هذا برعاية المرجعية الدينية بعد أن عجزت تقريبا الجهاز الصحي الحكومي عن تلبية احتياجاتهم أو ما تقديم كذا خدمات، حتى أنه رئيس الوزراء صرح بعجز تقريبا الكوادر أو بعجز المؤسسات الصحية عن انتشال هؤلاء من مشاكلهم الصحية. أضف إلى أنه قضية استهداف الزي الديني العمامة هذا حقيقة شكلي وواضح أنه فيه سلوك عدواني، وإلا أنه أنت إذا كنت تستهدف العمامة استهدفها فكريا، ناقشها معرفيا، ناقشها فكريا، تعال إلى متون الكتب، ارجع إلى النصوص، إلى طروحات المرجعية الدينية، ومن ثم المرجعية الدينية ما حقيقة تؤثر على حركة مثلا إعاقة حركة ثقافية عندك أو حركة من متبنية المظاهرات التي حصلت دائما المرجعية، ترى أنه في أول يعني المقدم الأول للإرهاب والترتيب والإغاثة العينية، يعني هذه المرجعية معناته أنه دائما تتصدر أو تكون في الطليعة لتحقيق رغبات المجتمع العراقي، وهي ساندة على طوال منبر تقريبا أنه 30 أو أزيد من حدث العراقي، ودائما إرشادات المرجعية الدينية التي هي تكون مفرزة على شكل خطب جمعة من المنبر الحسيني، ودائما تسعى، فهذا لا يعني من الجفاء أن يقابل بهكذا تخرصات. أما ما يحصل في الجمهورية الإسلامية حفظها الله تعالى من شرور هؤلاء، من شرور هذه الطغمة البائسة، أنه يعني واضح الدعم، أنه دعم ماسوني، دعم واضح إقليمي يستهدف أنه مخرجات إعلامية، القصد منها أنه بث هكذا ثقافة بائسة. وأنا أعتقد أن دور المعلم الديني ودور المرجع الديني لا يتأثر بحجم هكذا تصرفات صبيانية. أستاذ فيصل، هل أن ما يجري من استهداف للعمامة مثلا في إيران التي أفشلت المشروع الغربي الأمريكي في المنطقة، العمامة في العراق أفشلت المشروع الإرهابي، العمامة في لبنان غيرت موازين القوى لصالح محور المقاومة، هل فعلا هو انتقام؟ لا، هو مو انتقام حقيقة، لكن هو منهج، تقديري منهج. احنا تحدثنا يعني القضية غير مرتهنة تمام، يعني انا قلت لك بعد ان خرج السيد السيستاني بالفتوى الجهاد الكفائي كانت صدمة قوية يعني، وخرج كثير منهم بالفضائيات وانا شاهدتهم، يعني كانوا ما متوقعين، قالوا احنا ما متوقعين هذا الرد، ولا كان يفترض لي داعش ان تستمر وتحتل كثير من مناطق العراق، تحتله ومناطق اخرى، وتغير حتى منهجية وفكر الناس يعني المواطنين. اليوم أكيد هنالك منهج معين لإسقاط هذا الفكر السامي الذي بات مهددا لمشاريع الاستعمار والصهيونية بالتأكيد بالمنطقة. وإحنا شفنا يعني اليوم أكو فد مشروع، مثال بسيط يعني على ما قال الأستاذ أضيف له، يعني الحقيقة المرجعية راحت كثير من المشاريع، وهذا من أدل مشروع ساحة التحرير هذا، نعم، اللي أصبح قبلة للناس. أنا أول البارحة صار منتجع للعوائل، بينما كان مرتع يعني الخمور والمخدرات والأنواع جلكم الله قضايا. نعم. اليوم تروح إلى ساحة التحرير بالليل تشهد هاي الأنوار الجميلة، نعم، والعوائل والأطفال اللي تلعب، نعم، وهاي النافورات. طبعا هذا منهج جيد، يعني يفترض انه كل الناس تحتضنه وتشجعه بالتاكيد، لكن من لديه اهداف وغايات اخرى بالتاكيد لا يرضى على هذه. انا قبل سنوات قرات مقال لاحدى السيدات الامريكيات الاصل اللي تقيم
باستراليا وتدرس في جامعة ييل الاسترالية، تقول بأن المجتمع الشيعي العراقي بالتحديد مجتمعا لا يمكن أن تجتث منه القيم التي تزرعها واقعة الإمام الحسين صلوات الله عليه، لأن النساء يعني حين يحضرن مجلس العزاء يصطحبن الأطفال، فكأنما الطفل يتناول قضية الحسين صلوات الله مع الحليب الذي يشربه. أكيد هذا أكيد يعني. ألا يعني ينبئ عن أن الجهد الذي تبذله قوى الاستكبار في عملية التغيير الثقافي هو جهد سوف لن ينتج ما أكيد. يغير نعم. البنية الثقافية بالتأكيد. الأصيلة بالله. قد يكون له تأثير مرحلي. نعم بالتأكيد. تأثير مرحلي لكن بالتأكيد. عندما يعود الشاب إلى وعيه وينضج نعم. بالتأكيد سوف يجد أن ويقارن نعم. بين الكفتين يجد أن هذه الكفة كبيرة جدا حقيقة. على طيب طبعا ما يشهد على ذلك هو استنفار الشباب عند زيارة الأربعين. الأربعين. الإمام نعم. حسين صلوات الله صلوات. عليه. أستاذ مع الأسف هذا السؤال إجاك في حين هو كان ينبغي أن يذهب باتجاه الأستاذ فيصل ريكان. قانون العقوبات العراقي ينص في المادة 372 منه على مقاعقبة كل من اعتدى بأحد الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها أو أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد لدى طائفة دينية بالحبس لا تزيد عن 3 سنوات. باعتقادك أستاذ إبراهيم ليش هذا التراخي في تنفيذ القانون؟ يعني التراخي أكيد أنه العمل الآن في الدولة العراقية ما زال في طور البناء التحتي لمشاكل العراق، ومن ثم إذا وصل العمل إلى يعني البنى الفوقية إن شاء الله سنرى إن شاء الله مجموعة أو حزمة كبيرة من هذه السلوكيات غير المنضبطة ستقوم، وهذا يأتي بدفع اجتماعي أن المجتمع حقيقة يرفض هكذا سلوكيات متهورة. أحب أن أقول أن العهد الدولي الذي انبثق سنة 1966 وتعرف الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية التي أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت تقريبا أنه في الجيل الثالث من الحقوق أهمية احترام خصوصيات الشعوب واحترام يعني العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان نعم بحقوق الإنسان أشارت إلى أهمية الاهتمام واحتضان هكذا مسائل قانونية. المجتمع العراقي الآن إن شاء الله بتصرف حكيم من الدولة العراقية ستقاوم إن شاء الله تعالى هذه الإرهاصات، وأبشركم أنه لا ينفع هكذا أساليب وافدة إلينا. من تعتقد الذي يتحمل مسؤولية دفع الشباب بالاتجاه المعاكس؟ واضح دول إقليمية ومنها إسرائيل ولا نصرح بمجمل الدول العربية الأخرى. الأستاذ فيصل ركان كنت ضيفا كريما علينا، الأستاذ إبراهيم جابري كنت ضيفا كريما علينا. أما أيها الأحبة معد البرنامج فقد كتب الخاتمة التالية: الدين أول ما اهتدى إليه العقل البشري للإجابة على الأسئلة الكبرى التي واجهها الإنسان، والعقلاء ينفون وجود نجاحات للشعوب بدون مثابات يلتفون حولها، وقيادات المعية يتبعها الناس، وغالبا ما تكون هذه القيادات دينية في المجتمعات التي يقودها ويحركها الدين كالمجتمع الإسلامي. ولا نكاد نرى أمة من الأمم تعيش بلا رموز مضيئة تنير طريقها ومقدسات تعطيها قوة ورسوخا وامتدادا وارتفاعا. دمتم في أمان الله.